والحضور داخل الاستوديو والإخوة في الكنترول، كل الإخوة الفنيين الموجودين في الاستوديو. بنحييكم مرة تانية، وقبل ما نبدأ أي كلام أو أي حوار، مدخل غنائي مباشر وشريف خالد الفحية. أهني جميع المشاهدين مشاهدين قناة نيل الأزرق في العيد، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. وبحيي طبعا أهلي في الأبيض، الوالد العزيز نجات شريف، الوالد خالد الفحية، الأخواني محمد ومهند، وإن شاء الله أقدم لكم أغنية للأستاذ الكبير شرحبيل، ومن هنا برضو كمان بعيد عليه.